قتل عنصران من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، كما أعلن الناطق باسم البعثة أوليفييه سالغادو على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال مسؤول أمني إن الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة مينوسما. وأضاف سالغادو أن جنديين آخرين أصيبا بجروح.